أعرب المجلس الأعلى للصحة عن بالغ التقدير والاعتزاز بالكلمة السامية التي وجهها جلالة الملك المفدى خلال ترأس جلالته الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والكلمة السامية التي تفضل بها جلالته أمام أعمال الدورة 75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكدت الكلمة السامية الجهود الكبيرة والاستعدادات المبكرة التي قامت بها المملكة في التصدي لوباء كورونا منذ بداية ظهور الجائحة وحتى الآن. ونوه المجلس خلال الاجتماع الاعتيادي الذي عقد برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، وبحضور وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وأعضاء المجلس، بإشادة صاحب الجلالة العاهل المفدى بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية وبالتعاون الاستثنائي الذي أظهره شعب البحرين مع المؤسسات الحكومية التي عملت بأقصى طاقات الجاهزية في مواجهة ومكافحة انتشار الفيروس. وأوضح الأمين العام للمجلس السيد إبراهيم علي النواخذة أن المجلس أعرب عن عظيم التقدير والامتنان للتوجيهات السامية لجلالة الملك ومتابعته المتواصلة ودعمه اللامحدود وتقديره البالغ لجهود كافة الوزارات وعموم المجتمع لتجاوز الظروف الصحية الراهنة بعزيمة وثبات وبما يمتاز به من دقة وصبر ومثابرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا بقيادة سمو ولي العهد وبإشراف ومتابعة دؤوبة من الفريق الوطني الطبي. وفي هذا السياق أكد المجلس أهمية الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الضرورية التي أعلنتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، والتي أهابت بكل فرد من أفراد المجتمع التحلي بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنه وأهله وأفراد المجتمع عبر الحث على تعزيز الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمدة أسبوعين لغاية 1 أكتوبر المقبل، داعيا إلى ضرورة التقيد الكامل وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تقليل الاختلاط للمساهمة بفاعلية في التصدي للفيروس وخفض معدلات انتشاره. إلى ذلك أعرب المجلس الأعلى للصحة عن تقديره لكافة الجهود والمساهمات الفاعلة من المواطنين والمقيمين في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي عكست التزام البحرين ومساهمتها الفاعلة في الجهود الإنسانية للقضاء على الوباء. وعلى صعيد متصل ثمن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين والمتمثل في الوصول إلى 6000 متطوع خلال 6 أسابيع من بدء التجارب السريرية في المملكة. وأشار معاليه أن مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد بالتطوع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا مثلت دعما راسخا وحافزا كبيرا للجميع للمشاركة في هذه الحملة، حيث أن زيادة أعداد التجارب السريرية في البحرين بنحو 1700 لقاح إضافي دليل على ما تميز به الفريق الطبي من مهنية وكفاءة عالية في الإشراف على هذه التجارب. وعلى صعيد آخر استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله وبحث جملة من المقترحات التي تخص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث قدمت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذبي الجلهمة مذكرة بشأن المواضيع التي تدخل ضمن نطاق عمل الهيئة.